خلاص غسل. كتصور اصلا ايه قاعد تصور اشتيك خلنا يعني زي ترزي حق الكوبوي. ذاك اليوم رايح البقالة دقت علي شغالة قالت ماما كلام جيب صامولي قلت حضروا الجبن عشان تحطولي صامولي صامولي العيال يابون صامولي 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 العيال يابون صامولي 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 العيال يابون صامولي 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 العيال يابون صامولي. دخلت ولقيتهم قاعدين بالصالة وكانوا ياكلون على الطاولة. قلت ليش بديتم بدوني كنت رايح اجيب صامولي 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 العيال يابون صامولي 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 العيال يابون صامولي 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 حتى لو برحطولي حصيصة بقيلي لو باقي شوي خليلي اجل اركب السيارة بلفيك بالحاران وقف عند البقالة عشان جيب صامولي 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 العيال يابون صامولي 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 العيال يابون صامولي صامولي